متتبعي جريدة برشيد الغد، مرحبا بكم في هذا المباشر اللي من حي الزهرة من مدينة برشيد. الناس هنايا كيجمعوا المواد الغذائية باش يتوجهوا جهة الجبال والدواوير اللي تضروا من الزلازل. سي جمال طلينا على القافلة اللي درتوا اليوم اللي غتحرك اليوم الوقت ديالها. القافلة غتحرك بعد قليل أحد الدواوير المتضررة بمدينة مراكش اللي ساهموا فيها محسنين مدينة برشيد، وكنطلب الساكنة الناس ديال مدينة برشيد اللي بغى يساهم معنا مرحبا به. راه المكان في شارع الزهرة وبالضبط دار صلاة كريم، اللي بغى يساهم باش ما صفى سيدي ربي قليل ولا كثير مرحبا به، ونتمنوا جمع عدد قياسي ديال المحسنين باش القافلة تقدر تنطلق في أسرع وقت إن شاء الله يا رب. الناس من مدينة برشيد النواحي مرحبا بهم، اللي بغى ينضم لنا مرحبا به باش ما صفى سيدي ربي. هاد القافلة معاش تحرك بالضبط باش الناس اللي بغى يساعد اللي بغى يساعد يعني ما قالنا تقريبا هي. حنا كنحاولوا نجمعوا عدد قياسي ديال المساعدات الإنسانية باش القافلة تنطلق، ونتمنوا من الله يوصل خبر الناس المحسنين واللي باغا تعاون معنا إن شاء الله. إن شاء الله بالنسبة لهاد القافلة فين غتمشي بالضبط؟ غتمشي لأحد الدواوير المتضررة في مدينة مراكش، وبالضبط دوار أمزميز هو واحد الدوار اللي ضار بزاف هاد الزلزال هذا. نتمنوا من الناس يتعاونوا معنا قليل ولا كثير مرحبا به. فكما تشوفوا مازال المساعدات يعني هنا مازال كيجمعوا المواد الغذائيه. الناس اللي كتساهم اللي كتشوفوا الناس اللي كتعاون معنا مرحبا بها. الله يتبارك وتعالى امين. اليوم باقي مازال الناس كيجيبوا لهم الاعانات هنايا باش يتوجهوا اتجاه ديال ضواحي مراكش. Gracias.